أعلنت مصر عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء التي سيتم تنفيذها بدءا من الساعة 12 ظهر يوم غد الثلاثاء في مختلف المحافظات بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول. وأوضح مجلس الوزراء في بيان رسمي أنه سيتم نشر خطة تخفيف الأحمال في كل محافظة تباعا وفقا لجدول يتضمن المدن والتوقيتات الزمنية. وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أنها ستستورد شحنات إضافية من المازوت لتشغيل محطات توليد الكهرباء للتغلب على مشكلة انقطاع التيار خلال الصيف. وللحديث أكثر ينضم إلينا من القاهرة خبير الطاقة وعضو المجلس العربي للطاقة المستدامة السيد محمد سليم. مرحبا بك سيد محمد. كيف تحول فائض في إنتاج الكهرباء إلى عجز؟ أين الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة المصرية لنصل إلى الوضع الحالي بعد ضخ عشرات المليارات من الدولارات لتطوير شبكة الكهرباء وأيضا لبناء محطات جديدة؟ الأمر الذي يجعل من الانقطاع حاليا مسألة مثيرة للتساؤل والاستغراب وأيضا محاسبة الأجهزة المسؤولة. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. أولا يعني في البداية نقول أن لجنة إدارة الأزمة حصل عملت اجتماع النهاردة وتم الاتفاق على جدول تخفيف الأحمال على مستوى المحافظات الـ 24 محافظة، يعني هم 27 محافظة في جنوب مصر العربية، تم استثناء ثلاث محافظات اللي هي مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر لأن كمية استهلاك الطاقة عندهم قليلة، وبالتالي تم استثنائهم واتعمل جدول تخفيف أحمال على الـ 24 محافظة. حقيقة أنا بعتبره جدول يعني جدول حرب، لأن فعلا هذا الجدول يعني منظم وتم توزيع المدن والقرى على بجدول معين بحيث أن يتم تخفيف الأحمال بداية من الساعة 12 إلى الساعة 13، يعني من لغاية الساعة 1 وهكذا مجموعات عمل. فطبعا يعني دي تجربة على الأقل تجربة جيدة للعلم والمعرفة، لكن حقا لها تأثير ضار على الشبكة وعلى المواطن. ويعني أنا مش عايز أقول أنه حصل يعني من فائض طاقة إلى عجز، إذا كان ده الحقيقي وده اللي حاصل فهو سببه واضح جدا أن ما فيش وقود، كمية وقود. الحمل زاد، معلش، ارتفع بنسبة 5% واللي هو كان أعلى حمل وصلنا له 35500، السنة اللي فاتت كان 33800، فيعني الرقم يعني معتاد وفي يعني في الزون اللي يعني ما خليناش ان احنا نخرج عن الأداء، لكن يعني هذا ما حدث. ودلوقتي سيد محمد، هل الدولة ملتزمة بالجدول الذي أقرته؟ لأن البعض اشتكى من أن الواقع لا صلة له بالجدول. لسه هنبدأ من بكرة الذي لا، ولكن الوزارة قد أقرت جدولا في وقت سابق، هي سوف تعيد أو ستقر جدولا جديد، لكن هذا لا ينفي أنها أقرت بالفعل جدولا. فالبعض اشتكى أن الجدول والتوقيتات ليس له علاقة بالواقع. وأيضا هل يمكن أن نقرأ تصريح رئيس الوزراء عندما قال بأن انقطاع الكهرباء سيستمر حتى انحسار موجة الصيف؟ هل يمكن أن نقرأ أن أزمة الانقطاع ستستمر معنا لأعوام قادمة مع كل موجة حر؟ هو طبعا كلها تساؤلات يعني مشروعة ومفروض أنها يعني يتم الإجابة عليها بكل شفافية ووضوح علشان نتعاون. يعني هو لا يجب أن نوصل لهذه المرحلة أن يحصل يعني تخفيف أحمال، لأن هذا يعني مرحلة وعدت تماما من قطاع الكهرباء وقطاع البترول، إلا أن نظرا لارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الأحمال معها وما فيش كمية الوقود الكافية اللي تلبي هذا الطلب. في عندنا برضو يعني مخزون، مفروض يبقى في مخزون استراتيجي من الوقود السائل اللي هو المازوت في بعض المحطات اللي تعمل بالمازوت، يعني واضح ان برضو ممكن ما كانش فيه الكمية الكافية علشان تسعف الفرق في الأحمال. النقطة بس الرئيسية يعني اللي أنا عايز أوضحها،
احنا عندنا قدرات تكفي لهذه الاحمال وزياده، ما فيش اي مشكله في ده. الاشكاليه في وجود الوقود. يعني احنا قبل كده كنا بنصدر غاز، وكنا بنصدر غاز باسعار ممكن يعني ما تكونش يعني عاليه قوي تستحق ان احنا نصدر الغاز. فيا ريت ان النهارده نلاقي برضو استيراد غاز، لان التشغيل بالمازوت ما زال تشغيل مازوت برضو يعني له محاذير في التأثير على المحطات والعمر الافتراضي والبليوشن او الاميشنز اللي هي الانبعاثات الغازية. فإذا كان ارتفاع درجة الحرارة نتيجة للوارمينج او زي ما قال في الأمم المتحدة اللي هو بويلينج، العالم بقى بويلينج ما بقاش وارمينج بس، يعني بقى في غليان، ده سببه اللي هو الاميشنز. فاحنا منين احنا بنقول احنا عايزين نوفر اميشنز وما يبقاش في اميشنز ضاره بالبيئه، ونيجي نشغل برضه بالمازوت. فمعلش اذا كان ده سيد محمد، يعني دعنا نتتبع تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. نفى أن يكون انقطاع الكهرباء نتيجة تراجع الغاز الطبيعي، أيضا صرح بأن الحكومة تتوقف عن تصدير الغاز في الصيف، هي فقط تصدره في الشتاء والخريف والربيع، وأن الدولة استبدلت الغاز بالمازوت الذي تستورده مصر. ومع أزمة شح الدولار، أين المخرج؟ هو المخرج واضح يعني للديسيشن ميكرز، وهو تحرير سوق الطاقة واستخدامات الطاقة المتجددة، بحيث ان الفيول ميكس لا يعتمد على الوقود الاحفوري فقط. يعني احنا في سنة كنا حوالي 99% بنعتمد على الغاز، السنة اللي بعدها 92%. اليومين اللي فاتوا دول علشان شغلنا مازوت احنا بقينا نزلنا لحوالي 70% غاز وحوالي 25% او 22% مازوت، والباقي رينيوبل انرجي او طاقه متجدده. طبعا طاقه متجدده مضاف اليهم السد العالي. فحقيقه النقطه الرئيسيه ان احنا لم نستفد من الرينيوبل انرجي او الطاقه المتجدده بالشكل المطلوب. هو اتعمل بنبان واتعمل محطات الرياح، وبقينا نقول هنعمل بقى تعاقدات وكده، لكن لا، في هناك انرجي افشنسي مفروض على مستوى المصانع وعلى المولات والبنوك وكل المباني، مفروض يتعمل بقى انرجي اوديتنج، مراجعه للطاقه، ويبقى في تحديد لايه الاماكن اللي مفروض ان احنا نستفيد منها ونحسن كفاءتها ونوفر في الطاقه في استهلاك الطاقه، وبالتالي نقدر نوفر في الوقود. وده الكلام ده احنا قدمناه، يعني انا شخصيا بشكل شخصي اثناء ما انا كنت في الخدمه انا قدمته في يونيو 2014 لمعالي الوزير الدكتور شاكر، لان احنا فعلا عاوزين نستخدم ننشئ شركه ونسميها الشركه المصريه لكفاءه الطاقه والطاقه المتجدده. الا ان طبعا كان راي سيادته انه يبقى لا، خلي ده يتعمل من خلال القطاع الخاص، واحنا كحكومه خلينا نبقى منظمين للمنظومه. وده برضو فكر، لكن القطاع الخاص برضو مش قادر يشتغل بانه يعمم الخدمه على مستوى الدوله، لان انت الشركه لما تبقى شركه حكوميه تقدر تنفذ ده يعني بواجب عليها وبشيء الزامي وملزم لايه للقطاع الخاص. فللاسف الشديد هذا المشروع لم يتم تنفيذه. طبعا 2014 كان النهارده اختلف الوضع. لكن نرجع تاني لوضعنا الحالي. وضعنا الحالي دلوقتي اعتقد ان صدرت بعض التصريحات الصحفية اللي يعني ان شاء الله هتنفرج، يعني هيبقى فيه انفراجة وتخفيف الاحمال، يعني يمكن يعني اذا كان هيقعد مثلا بكرة ولا خلال. لست مع استبدال الغاز بالمازوت لتوليد الكهرباء واستبداله بالغاز كما قلت، ألم يحن الوقت للاستثمار أكثر في مجال الطاقة المتجددة لمواجهة التحديات المناخية التي يراها مصطفى مدبولي أنها العائق أمامه حاليا؟
100% يا فندم. أنا الرينيوبل إنرجي أو الطاقة المتجددة هي دلوقتي المصدر الرئيسي اللي مفروض يبقى ياخد نسبة. وطبعا خطة مصر تبقى 42% ب 2035. فلكن اللي احنا الشاهد اللي احنا شايفينه يعني بتبقى استثمارات كبيرة، محطات كبيرة فقط. لكن احنا قدمنا برضو دراسة لمجلس الشورى وقلنا عاوزين نستخدم الروف توب على المنازل والفلل وعلى مستوى جمهورية مصر العربية بأكملها، بحيث ان احنا نركب محطات عند الاند يوزر، عند المستخدم النهائي. الوضع يختلف لانك انت بتتغلب على الفقد في الشبكة والفقد في التوزيع، فانت بتستخدم اي طاقة كهربائية انت بتولدها من الطاقة الشمسية انت بتستخدمها مباشرة عند العميل النهائي. ويعني ده بالحسابات لقينا ان الكيلو وات ساعة اللي بيتم انتاجه عند العميل النهائي يعادل 3 كيلو وات ساعة بيدخله عند المحطة بالوقود. فأنا يعني بنحاول إن إحنا نرفع صوتنا ونقول يعني عاوزين نحرك ده وننفذه، يعني بعد ما عرضناه على مجلس الشورى وكانوا مقتنعين بيه جدا وقالوا إحنا عاوزين فعلا نرفع هذا الأمر. لكن الحركة برضو بطيئة شوية. نتمنى إن شاء الله إن إحنا يعني برضو من خلال هذا المنبر يعني إن إحنا الصوت يوصل ونلاقي مستثمر زي ما اتعمل بنبان، وطبعا بكل ما حذرها وكل ما لها وما عليها، واتعمل المشروعات الأخرى في الويند انرجي. نلاقي مستثمر دلوقتي يقول لنا طب انا هاخد مثلا محافظات كامله اركب فيها الروف توب بي في سيستم اللي هو الخلايا الشمسيه على السطح او على الجراوند ايا كان، بس عند المستخدم النهائي. اهم حاجه تكون عند المستخدم النهائي، مش انقلها في شبكه وبعدين يبقى في لوسز. هو اختراع البي في من اساسه، البي في اصلا لما تم تنفيذه في الاول اتقال ساعه ما كان غالي اتقال انه يبقى عند الاند يوزر بدل ما نقله في الشبكه ودعم الشبكه.